صباحكم عسل، صباحكم مراد عسل. وصل مراد وصل. صباحكم عسل مراد وصل. اهلا ومرحبا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السنوي مطبخ ميمو، احسن من شهيوات رحيمو، وتحية الناس ديال سميمو. اليوم جيت نقدم لكم واحد الوصفة ليست كباقي الوصفات بطريقة جد متميزة. شنو الجديد؟ انا كنت كنعرف غير ترموميتر، مي اليوم غنخدم ترموميكس. هذا هو الترموميكس، ترموميكس ام 6 كنت كنعرف انا اريدها ديال فرنسا. هذه ماكينة كدير كلشي، ماكينة كتهرس كتجلف كتقشر كطيب كتعجن كطيب كدير كلشي، حتى لا سوبلي كلاص لا سالاد كسكسو اي حاجه بغيتيها هذه كديرها. ما كنتيش حادقة هذه تنفعك، جا عندك الضيف على خلا هذه تنفعك، كنتي زوفري ما تعرفش طيب هذه تنفعك. هذه لجميع الاجناس الديانات الاعمار كلشي هذه تنفعكم. اليوم جيت نقدم لكم وصفه ونبارطاجيها مع الناس اللي كيتفرجوا في قناه ميمو تي في. ما تزطيوش، خليكم معنا. دونك فوالا، انا كنقدم لكم ترموميكس ام 6 اللي قلت لكم، كما كتشوفوا هي هذه. بغيت نقدم واحد الوصفه كنجي كندير ريغشي، كيخدم خصك تيليشارجيو الكوكي دو. داكوغ، انا بغيت مثلا بغيت ندير اون بات كما ديسا بات فوالا بات شو rechercher la connexion en ligne de la réessayer. Donc voilà, on a le pâte à choux qui m'a fait tout droit, quand droit le pâte à choux. Voilà, qui m'a fait chauffer les tartines. D'abord les ingrédients ou tariqa tahdir hawma les plutôt le pâte à choux. كنجي هنا كنشوفو لي زانغريديون و كنشوفو حتى الطريقة ديال الخدمة كيفاش نقدر ندير لها. دونك خصني كيما كتشوفو 150 غرام ديال الماء، 80 غرام ديال الزبدة ايتترا، خصني الملح، خصني السكر، و هنا كنعطيك الطريقة ديال الاستعمال. هاد الماشين كيجي مع جوج كتوبة، كيجي مع واحد مختص في المطبخ العالمي، دونك ما كوزينو كوتيديان، و هادي هي فاش غادي نجبدو طريقة تحضير الباتاشو. وعندي لا كوزين ماروكين شهيوات هنايا، اي حاجه يمكن لكم تصوروها في الطبخ المغربي كتلقاوها هنايا. دونك دابا غادي ندوزو المقادير وطريقه التحضير، ابقوا معنا. دابا غادي ندوزو لطريقه الاستعمال او طريقه التحضير هاد الوصفه ديال البات اشو. كنضغطو على كومونسي كوزيني، كما كتشوفوا كتعطينا المراحل اللي خصنا نحترمو. انا قالت لك 150 غرام دو، خصنا نديرو 150 غرام ديال الماء. نحطو على الطار، داكوغ، حتى كيعطينا 3 ديال 4 ديال الشربات. من بعد خصنا نديرو الماء. دونك كنحيدو الكوفاح، هذا كيتسمى كوفاح، داكوغ، كنحطوه و كنبقاو شويه بشويه كنحطو بولو على الطار شويه بشويه. كما كتشوفوا الصوت بحال دخلت واحد الطواليت، حتى كنوصل 150 غرام. بقاو نشرشرو، فوالا، نحاولو نكبو بشوية. كناخدو 150 غرام، احنا قررنا 147 كما كتشوفوا، قدنا راه 149 ديجا البركة ديال الماء. ايوا كنديرو السويفون. هنا قال لك 80 غرام دو بور اون مورسو، دونك انا ديجا عبرت 80 غرام ديال الزبدة. كنحاول اللحوم في الإناء، كما كتشوفو 80 غرام بيل. من بعد كنضغط على السويفون. هنا قال لك امانسي دو او بلوتو اون بانسي باردون دو سيل. ايمانسي مشيت مع ليمانسي دو بولي، نحاول نشوفها ان شاء الله في شي حلقه اخرى. ليمانسي دو بولي سي بامي لي روسيت كو جادور فرونشمون. الوغ هنا عندي شويه ديال الملحه، غنهز واحد بيتيت بانسي
نزيد شويه ما خصناش نكثروا من الملح لانها مضره بالصحه بطبيعه الحال. ونديروا نيكست سويفون. انا بغا 2 كويير ا كافي دو سكر اون بودر، جوج معلقات ديال القهوه ديال السكر، هما ديجا بريباريو ما نكثروش من السكر حيت السكر كيضر بالصحه بطبيعه الحال. دونك جوج معلقات ديال القهوه ديال السكر، من بعد نضغط على سويفون. هنا قال لي انسيغي لو كوفيرك اي لو غوبلي دوزر، دونك خصني نسد على هاد لا ماشين مزيان، نسد عليها بحال هكايا فوالا سي بون، ونضغط على سويفون. تورني لو سيليكتور دو فيتاس سور ان. هنا كاين بزاف ديال 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 لي فيتاس، بشويه نحاول نقلب على على واحد ازيرونس، ها واحد كما كتشوفوا، ورجع عندكم من بعد 5 ديال الدقائق. ها هي سالات، سمعوها كاتصوني، واش بغاتي ندير سويفون؟ انا على سويفون. دابا قالت لك اجوتي 120 غرام دو فارين دو بلي، دونك غادي نزيدو الدقيق. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نحيدو لو كوفاح. Faire attention parce que c'est chaud, d'accord. Donc je vais y aller. Non, on va dire zido gig, d'accord. On dit retard, donc c'est ça. Voilà, tout doucement. 15 zido de gig, voyez, c'est de ma zido gig. دونك ديجا راه 20 غرام راه دازت قبل ما نضغط انا على طار، دونك راه كاين هنايا 120 غرام ديال لافارين. من بعد نضغط على سويفون. انسيري لو كوفيرك مرة أخرى، خصني نانسيري لو كوفيرك بشوية عليا، داكوغ فوالا. سون لو غوبلي دوزور، قاليك سون لو غوبلي دوزور، يعني ها هو لو غوبلي دوزور خصني نحيدو. دونك فوالا قال لك خصني نحيد هذا، هذا هو لو غوبلي دوزور، داكو انا حيدتو. ايوا هادشي اللي قالت لنا السيده خصني نديروه. سويفون، حنا غادي تورني لو سيليكتور دو فيتاس سور 4، خصني نجيبها ل 4 ديريكتومون، ما نحتارم 20 سكوند، داكو دونك نجيبها ل 4. احنا في 4، 20 سكوند، جبنا 4، ها هي خدامه. إلي أون تخان دو ميلونجي. عشر ثانية، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1. تي 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 ونرجعو من بعد 10 دقائق. من بعد ما برد 10 ديال الدقائق نديرو سويفون. قال لك بريشوفي لو فور ا 200 دوغري، لو فور كيتسنى سخان. من بعد تابيسي اون بلاك دو كويسون دو بابي كويسون ريزيرفي، سي ديجا فيت. رومتر لو بول دو ميكسا سور سون سوك، c'est déjà insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Il y a 100 à la dernière minute. Alors, j'apprends. Alors, j'apprends. Alors, numéro suivant. Tournez le sélecteur de vitesse sur 5 en attendant passer à l'étape suivante. J'y vais comme ça. Voilà. Sur 5. Ajoutez les 3 œufs. D'abord, c'est ajouter le bait. هلا هلا ثانية ثالثة نخليوه
toi et allez. Suivant. Alors, à quelle heure j'ai pas ça? Je vais te la bombe là. Awa qui mélange, un autre très 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 bien, on adore ça. Salut. Awa ça là, on dit le suivant. Transvaser la pâte dans une poche à douille. Donc, radin nardo bol, radin duro, fois de une poche à douille. Arjao, tout de suite. Kaumana. Maintenant, quand on dit la pâte dans la poche à douille, d'accord ? Oh, madame. C'est du centimètre de hauteur. Voilà le chef de l'île de Tawa. Nous ferons déjà de suite le métier d'argent. Donc, la suite à l'intro, le faral, ou SNR ou le bar pour le forcer. Nous jouons le chic et proche. On a besoin de pêche. Chaque l'île de la pâte à chaud ou à la dame, mais tu sais que tu as dit que tu as d'abord, la mara, la crème chaud, la crème pâtissière, la crème. تبغي تديرو العسل تبغي تديرو الشكلاط ازوك ني الدونتيفريس الحلبه القطران عود الاراك اللي عجبكم لكم واسع الاختيار كما كنقولوا بالصحه والراحه ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه قادمه ان شاء الله صباحكم عسل صباحكم عسل مراد وصل